صار الوزير من فلسطين رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. تعاني المرأة الفلسطينية في بالتأكيد يعني من وجود الاحتلال اللي بيعيق تقدمها وتطورها، وتعاني من سلب الأرض وبناء المستوطنات عليها وبناء الجدار، وتعاني من الإغلاق وتعاني من الحواجز بين المدن التي تعيق حركتها من منطقة إلى أخرى. المرأة الفلسطينية استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات في العديد من المجالات، فهي اليوم حصلت على كوتا بالنسبة للانتخابات في المجلس التشريعي بنسبة 20% على القوائم النسبية، وأيضا في أماكن صنع القرار كان يوجد باستمرار لا يقل عن 3 وزيرات في الحكومة، وفي بعض الأحيان وصلت إلى 6 وزارات ووزارات سيادية منها. أيضا المرأة موجودة في العديد من المؤسسات الرئيسية والهامة مثل مدير عام سوق المال امرأة، ورئيسة الإحصاء المركزي امرأة، ورئيسة معهد القضاء امرأة، وهناك العديد من النساء قاضي في السلطة الوطنية الفلسطينية، وهناك في لدينا قاضي شرعي امرأة، وعدد كبير من السفيرات الفلسطينيات يتبوأوا مراكز سفير في كل أنحاء العالم.